أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب بجاه الصلاة الإبراهيمية، اللهم بارك لنا في صحتنا هذا، اللهم اجعلها نورا على نور، واجعلها في ميزاننا يا رب العالمين، واجعلها رضاء لمولانا الشيخ وبركة لنا ولطريقتنا. اللهم اجعل بها في كل خطوة بركة وحسنة وخير وعلم ومنفعة. اللهم ما غنمنا به الآن فبارك لنا فيه، وما لم نفقه ونفهمه اللهم مدنا به في وقت لاحق، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم الإخوة الذين لم يستطيعوا أن يلحقوا بنا، اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم، واجعلها لهم سياحة كاملة مكتوبة لوجهك الكريم. اللهم إن كانت فيها أخطاء وكانت فيها نقصات، فاللهم إنك الجبار، فاجبرها بعفوك وكرمك وجودك ورحمتك بجاه المصطفى. اللهم رض علينا شيخنا، اللهم رض علينا شيخنا، اللهم رض علينا شيخنا، اللهم شيخنا يا رب العالمين، انصره أينما حل، اللهم انصره أينما حل وارفع رايته، اللهم اجعل رايته مرفوعة وكلمته مسموعة. اللهم بارك له في ذريته، اللهم بارك له في فقرائه، اللهم بارك له في أهله، اللهم بارك له في كل وقت وحين، وارزقه اللهم النصر أينما حل في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نور الله وطريقتك المباركة، اللهم انشرها في هذا البلد، اللهم انشرها في هذا البلد، اللهم اجعل هذه السياحة سببا لنشر نورك في هذا البلد. وهذا الذكر القليل المتواضع الذي قمنا به، اللهم اجعله سببا لنشر هذا النور في هذا البلد ودخولهم إلى الإسلام، ومن دخل إلى الإسلام أن يلتحق بأهل الإيمان، ومن هو من أهل الإيمان يتحقق بمراتب الإحسان. اللهم بارك لنا، اللهم ارزقنا خيرا، اللهم ارزقنا خيرا، وارزقنا الجمال والتيسير في كل وقت وحين، واجعل اللهم هذه بركة ونورا لنا ولوالدينا ولإخواننا، وبركة لكل فقراء الطريقة. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن أخطائنا، اللهم تجاوز عن نقصنا، اللهم بارك لنا في كل حين، واعف عنا ما وقع منا يا رب العالمين. اللهم إنك أكرم الأكرمين، فاكرمنا ويسر لنا، وبحق السياحة وبحق هذا الأصل ارزقنا حسن السير وحسن الخاتمة يا رب، ارزقنا حسن السير وحسن الخاتمة، واجعلنا سائرين دائما يا رب العالمين ببركة شيخنا في الجمال، في الجمال، وإذا أردت بنا جلالا فاجعله لنا جمالا يا رب العالمين بجاه النبي العدنان. اللهم طول لنا المسافات ويسر لنا الأمور، اللهم بارك لنا في كل حين، اللهم بارك لنا في كل حين، اللهم بارك لنا في كل حين، أنت أعلم بنا من أي أحد يا رب العالمين، فالطف بنا، فالطف بنا نحن عبادك الضعاف، ويسر لنا يا رب العالمين، واجعل هذا أمرا مباركا وخيرا، وارزقنا حسن الخواتيم بجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، جود وارحم يا الله.